علينا معشر المتصدرين ان نعلم بان هؤلاء النفوس وبالذات الاناث يريدون اي شخص قدوه يتعلقون به، يريدون من يستبدلون به او يستبدلون شخصيه الاب الطاغي في البيت او شخصيه الاخ المزعج او شخصيه المدرس السيء، او فيتمنون انه يا ريت يكون والدي مثل شوية. يا ريت اكون انا زوجه فلان، حتى لو علمت انه متزوج ما في عندي مشكله اكون الزوجه الثانيه والثالثه والرابعه. هل يعرفون هؤلاء حقيقه الشخصيات اللي امامهم؟ اقصد حقيقه ليس ان اللي امامهم كاذب، لا قد يكون متدين وملتزم، لكن هل يستطيعون العيش معه؟ اللي اردت ان اقوله قبل قليل واستطردت فيه انني لطالما قلت بعض الاخوات ممن كنا يحضرن معنا مثلا درس السبت، عندما اقول مساله معينه وتاتي يعني ياتي نظري على البعض ارى في الوجوه شيء من الله هنيئا زوجته، فمباشره استدرك واقول وبالمناسبه لا يعرفني حق المعرفه بعد الله سبحانه وتعالى الا زوجتي. لماذا؟ هي التي تعرف نزقي ومزاجيتي وتقلب احوالي ومتى انزعج ومتى، هي التي تعرف. انتم لا تعرفون الا فلان الذي ارتدى رداء معينا وسرح شعره وجاء واعد نفسه بكلمات لانه يريد ان يخرج افضل ما لديه في وجودك، أو يعني في وجود الجمهور عموما. فهذه ليست صوره مكتمله. وكم سمعنا، كم سمعنا عن طالبه تزوجت باستاذ بشيخ بعالم بدكتور في الجامعه ثم بعد فتره اصبحت من اكره المخلوقات له. لماذا؟ لانها رات يعني غير ما كانت يعني تتوهمه في الرومانسيه الحالمه. ولذلك ما اريد ان اقوله هنا، المشاهير عموما نفوس بشريه يدخلون الخلاء ويصدر عنهم روائح نتنه، وقد يكون رائحه الفم عندهم ليست كما تتصورون، وقد يكون متعرق، وقد يكون شخص نزق، وقد يكون وايضا هو شخص طيب ويحمل رساله ويريد ان يدعو الناس الى الدين، وقد يكون شخص مثلا متخم بحب الدنيا ولا يتكلم الا في الطعام والشراب والكذا، ولكن انتم لا ترون منه الا الكلام في المجلدات والكتب والمحاضرات والتزكيه وفقه النفس والتربيه والكذا. فاياكم ان تقعوا في هذا الفخ، لا تختزلوا صوره لانسان بمجرد ما ترونه في منشور والى اخره. هذا كله ونحن نتكلم عن من نحسن الظن بهم، فكيف اذا تكلمنا عن من لا نحسن الظن بهم لما صدر منهم من سوء ولما نعلمه منهم؟ منذ ايام نشرت انا منشور خلاصته ان هناك ظاهره منذ سنوات تتكرر، ان ارى شخصا يتكلم في النفس وفي التربيه وفي الاداب وحتى في الدين وقصاصات من كتب ابن القيم وابن الجوزي وابو حامد الغزالي، وهو نفسه سيء الادب، سيء الخلق، قليل الحياء، لديه علاقات غير شرعيه، يدخل في علاقات تصل الى ما يقرب من الزنا. ونحذر بتلميح، لان الاصل ان نستر على الناس، ولان الاصل ان لا نفضح المسلمين او حتى غير المسلمين، الاصل الستر. طيب، ومع ذلك نراه على صفحته ما زال مستمرا، وما زال قطيع الاناث من الضحايا لايكات اعجابات، ما شاء الله فلان رأى. ماذا تعرفون عن فلان انتم؟ ماذا تعرفون؟ طيب يعني اذا صرحنا لا يجوز الا طبعا في حالات نادره، وحتى لو جاز لنا شرعا سيقام علينا يعني القانون المدني العلماني الملحد الحديث اللي هو التشهير، مع انه لدينا كل الحجه الشرعيه ان مثل هذا ينبغي ان يشهر به، لأننا وقعنا على قصص بشهود وبإثباتات بأن هذا الإنسان سيء قدر وسخ. طيب، بأن هذه الإنسان ليست كما ترون، ليست كما تصدر نفسها، بأنها إنسانة مريضة من الداخل، وبأنها ملحدة في بيتها وتظهر للناس بجلباب وبكذا. أكرر، الأصل أن لا يتعلق الإنسان بمشاهير بعيدين عنه في عالم التواصل الوهمي ممن نحسن الظن بهم، فكيف بمن دونه؟ طب كيف يميز الإنسان؟ قبل أن تسعى للتمييز بين من هو، اهتم بالمادة. هذه الكلمات تعنيني، من قالها؟ قالها فلان، اسال الله ان يكون باطنه خيرا من ظاهره، وان لا يفتنهم في نفسه وان لا يفتننا فيه، وبس. اوه طلع انه والله كذا، انا استفدت من كلامه فقط. اذا طرق الباب للزواج هذه قصه ثانيه. اذا اردنا ان نمدح مادته لشخص معين نقول مادته جيده، اما لا نقول الشيخ الفلاني كذا، الدكتور الفلاني، لا تعمموا اوصافا معينه، وانتم لا تعرفون حقيقه الناس الذين تتحدثون عنهم. طبعا واضح من كلامي ان هنالك رسائل للمتصدرين ممن نحسن الظن بهم، خفوا على انفسكم وعلى الناس. ودعكم من تصدير دائما يعني انفسكم وكانكم بديل للصوره الهوليووديه والصوره وصوره المطربين وصوره المغنيين، لاننا نريد ان نحبب الناس بالمتدينين لانهم يبحثون عن قدوات. كونوا طبيعيين ولتعلموا ان الناس لن يعجبهم شيء في هذا العالم اللي مبني على خيالات هوليوود. اما المتصدرون ممن للاسف نسيء الظن بهم ونعلم عنهم ما لا يعرفه كثيرون، فهؤلاء نقول لهم ستقفون بين يدي الله، كلنا سنقف بين يدي الله، لكن هؤلاء تحديدا اعدوا امام الله جوابا. ما يعني انت ان تبوء باثم نفسك مفهومه، لكن ان تبوء باثم الاف وربما ملايين، الله المستعان.